مكتبة اسكندرية نافذة مصر على العالم ونافذة العالم على مصر نظمت معرض أجندة اللي بيشارك فيه حوالي 152 عمل فني لفنانين من 11 محافظة على مستوى الجمهورية. المعرض بيقدم لنا رحلة فنية ملهمة جدا من خلال مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية المتميزة في مجالات مختلفة في النحت والخزف والرسم وغيرها من الفنون الإبداعية. صحيح، خلينا نعرف تفاصيل أكتر. معانا على تطبيق او عبر تطبيق زوم الفنان محمود هجرس، منسق معرض أجندة الفني مكتبة الإسكندرية. صباح الخير على حضرتك واهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. صباح النور يا فندم، اهلا بيكم. اهلا بيك. يعني في البدايه لو حضرتك تعرفنا اكتر على تفاصيل الاعمال اللي اشتمل عليها المعرض، هل في قطاعات فنيه معينه تم التركيز عليها؟ هو المعرض شارك فيه 152 فنان، وده حصل من خلال إعلان اتعمل على موقع المكتبة الرسمي وعلى شبكات التواصل الاجتماعي. اتقدم فيه حوالي 748 فنان وفنانة من مصر من محافظات مختلفة، واتعمل لجنة اختارنا منهم ال 152 مشارك. الأعمال في مختلف أنواع الفنون، التصوير والنحت والرسم والخزف والفيديو آرت والتصوير الفوتوغرافي. والحقيقه اللي بيميز أجندة ان بيشارك فيها الفنانين من كبار القامات الفنيه الكبيره ومن الفنانين الشباب. جميل. المواضيع احنا بنسيبها حره واللجنه بتختار بشكل يعني فيها حريه علشان تنقي احسن انواع الاعمال او اكثرهم جوده للعرض. جميل. أستاذ محمود، يعني اسكندرية دايما هي مدينة الفنون، يعني ودايما بتحتضن إبداعات مختلفة من كل أماكن في العالم مش بس في مصر. عايز أسأل حضرتك، اللجنة اللي وضعت هل كان في شروط معينة، شروط فنية أو شروط جمالية لاختيار الأعمال اللي هتشارك في معرض أجندة؟ الحقيقة إحنا اللجنة دايما اعتدنا من سنين إن إحنا ما نذكرش اسمها علشان تدي حرية واستقلالية ليهم وما يبقوش يشعروا بالحرج من زملائهم، لأن هم في النهاية فنانين موجودين في المجال. فهي بتختار بمنتهى الحرية العمل الكويس. ده مش معناه أن اللي اترفض مش حلو، لا، اللي اترفض حلو، بس العدد كبير جدا، والقاعات بتاعت المكتبة تعتبر من أكبر قاعات العرض اللي موجودة في مصر، بس هي ما تستحملش اكتر من العدد ده، يعني في حدود ال 150 فنان. ده كويس جدا. طيب، يعني حضرتك بتقول ان في عدد محدد للفنانين، تم اختيارهم على اي اساس يا فندم؟ تم اختيارهم على اساس المقارنه بينهم وبين الاخرين في احسن عمل موجود. واحنا بنحدد تقريبا عدد معين للاعمال اللي توضع على الحوائط والاعمال المجسمه اللي تكون موجوده في القاعه. فعلى الاساس ده بنبقى محددين عدد معين، بنقعد نختار الاحسن، وبعدين بنعمل اكتر من فرز، يعني حوالي 3 مرات بيتعمل الفرز لحد ما نوصل للعدد المناسب اللي يشارك في المعرض. طب استاذ محمود، يعني المشاركه في حد ذاتها في معرض أجندة ده مكسب لاي فنان انه يعرض ابداعاته المختلفه، لكن هل المسابقه وضعت جوائز معينه، مثلا جوائز تحفيزيه لبعض الفنانين؟ هل في فرع للجوائز للمسابقه ولا هي بس مشاركه حره للفنانين؟ هي مش مسابقه، هي انت تقدر تقول عليها معرض عام، يعني ده بقى له 17 سنه بيتعمل. احنا خارجين من قصه المسابقه ومن قصه الجوائز، هي أعمال بتتعرض بتمثل الحركة الفنية المصرية، بعيد عن قصة الجائزة، لأن هي عمل مميز، والفنانين ده بالنسبة لهم مكسب إنه يعرض في مكتبة اسكندرية. من الفنانين الشباب ومن الفنانين الكبار، وجوده في المكتبة والمكتبة بتحتضن أعمالهم، دي بتبقى حاجة كويسة للجميع. طيب أستاذ محمود، أخيرا إزاي بيتم التسويق للمعرض؟ التسويق بيتم من اشكال كتيره، يعني طبعا من زمان كنا بنستخدم البوسترز والمطبوعات الورقيه بس، لكن دلوقتي بنستخدم كل وسائل التواصل الاجتماعي. كمان الفنانين بيساعدوا من خلال الصفحات بتاعتهم للتسويق للمعرض. بيتم عن طريق المكتبه والويب سايت بتاع المكتبه والصفحات التواصل الاجتماعيه الخاصه بالمكتبه والفنانين نفسهم. نشكر حضرتك طبعا جزيل الشكر الفنان محمود هجرس، منسق معرض أجندة الفني بمكتبة الإسكندرية. شكرا لحضرتك.